موجز أخبار مؤسسة الشهداء من استوديوهات الخالدون، أهلا بكم. مديرية شهداء الكرخ توزع مبالغ الوحدة السكنية لعدد من ذوي شهداء الحشد الشعبي. مدير المديرية أشار إلى أن رئيس المؤسسة وجه المديريات في المحافظات كافة بتقديم قوام بأسماء عوائل الشهداء المستحقة لبدل الوحدة السكنية، يتسنى العمل على شمولهم ضمن خطة هذا العام بجزء من البدل النقدي للذين لم يستلموا قطع أراضي أو وحدات سكنية أو منحة عقارية على شكل دفعات خلال السنوات القادمة. تنفيذاً لتوجيهات رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي وبإشراف مباشر من قبل مدير المديرية عباس فرج ماهي، مديرية الشهداء مدينة الصدر توزع منحة البدل النقدي الجزئي لشهداء النظام البائد. جرى ذلك في مقر المديرية وبحضور المستحقين من ذوي الشهداء الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل المؤسسة والمديرية في متابعة استحقاقاتهم التي نص عليها القانون. قسم شهداء الحشد الشعبي في مديرية الشهداء ذي قار يواصل استلام وترويج طلبات ذوي الشهداء لغرض الترويج للمنحة العقارية الدفعة الأولى، بالإضافة إلى استلام ملفات تخصيص قطع الأراضي. بلغ عدد المعاملات ما يقارب 1160. معاون مسؤول القسم كاظم غريب أكد استكمال أغلب الإجراءات الإدارية والقانونية. مدير مديرية الشهداء كربلاء المقدسة سجاد حسين يزور المقاطعة التي تم تخصيصها من قبل الحكومة المحلية في المحافظة لتخليد الشهداء، والتي سيقام عليها نصب الخالدون الذي يجسد التضحيات التي قدمها شهداؤنا الأبرار. الشعبة الاجتماعية لمديرية الشهداء كركوك تواصل زيارة عدد من عوائل شهداء المحافظة، وخلال الزيارات تمت متابعة الوضع الصحي لعوائل الشهداء وكذلك الوضع الاقتصادي ومتابعة طلباتهم التي تخص باقي الأقسام في المديرية، فيما أكدت مسؤولة الشعبة الاجتماعية أن هدفهم الوقوف على أدق التفاصيل للعائلات المستحقة. مشاهدينا الموجز انتهى، إلى اللقاء.